يقول حفظكم الله: ما رأيكم في من يقول إن حديث اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك إنما ينطبق إذا كان الحاكم أصله عادلا ثم تسلط على فرد معين؟ هذا كلام من عنده، هذا أنا سمعته، هذا كلام من عنده، ما هو بيفسر كلام الرسول بهذا الشيء، هذا كلام من عنده، هذا صاحب هوى يريد يفسر كلام الرسول على هواه وعلى طلبه، ما يجوز هذا. هذا قول، هذا يقول على الرسول ما لم يقل عليه الصلاة والسلام، هذا خطر عظيم. نعم.